السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في قناة Education Life Made Easy. قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسوا تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد. وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف، وإذا عندكم أي استفسار يمكن إرساله في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدناه. في هالدرس بدنا نتعرف نتعرف على شلون اليونكس او اللينكس بشكل عام يتعامل مع اللي هو المكونات الحاسب سواء كان ملفات او حتى اللي هو اجهزه او حتى عمليات. نقطة أساسية مهمة يمكن مهمة مذكورة هنا لكن لابد انها تعتبر مهمة جدا انكم تفهمونها وهي التالي. في أنظمة التشغيل اللينكس أو اليونكس خلينا بسمي من الحين بسميها لينكس لأنها هي واحد تقريباً. لكن مهم جدا ان نعرف ان جميع الاشياء المرتبطه مع نظام التشغيل احنا نسميها فايل بمعنى الطابعه لينكس يعتبرها فايل أه خلينا نقول الملف فايل الدايركتوري فايل أه تعريف أه طابعه فايل أه الشاشه يعتبر فايل الهارد ديسك يعتبر فايل فعليا نظام التشغيل لينكس يتعامل مع كل شيء على النفايل لكن مع باراميتر يختلف عشان يميز هذا فايل عادي ولا هذا بروسيس ولا هذا اللي هو دايركتري لكن فعليا اللينكس يتعامل مع كل شيء على النفايل داخل المنظومه اللي موجوده عندنا تمام فكل احنا نعرف شلون نتعامل او شلون مصمم النظام مهم جدا عشان نعرف شلون آه، نتعامل مع شلون ندير النظام بالطريقه اللي هو الصحيحه. خلينا نمشي الان ونشوف شلون يقسم اللي هو او شلون يتعامل مع او نظام الملفات في اللي هو آه اليونكس. طبعا عندنا فعليا اغلب انظمه اليونكس القديمه كانت تجي بس بواجهه كتابيه او الكوماند لاين، ما كان في واجهه رسوميه. الاجهزه الحديثه والاشياء اللي احنا قاعدين نشوفها الان هي اللي فيها واجهه آه رسوميه. ففعليا كان يقول لك ان الكوماندز تعتبر ملفات تشغيليه داخل النظام. والصلاحيات كانت كلها تعطى على انها ملفات. يعني كل العمليه يقول لك سم بريفليجز والبرميشنز يتحكم فيها عشان الملفات، يعني لو بغيت مثلا اقول الملف هذا ما يدخل عليه الا اكس وواي انا اعطي صلاحيه على الملف نفسه. تمام؟ نظام التشغيل اللي هو اللينكس يستخدم نوع ملفات اللي احنا نسميه الشجري او اللي هو الهي المتسلسل راس الهرم او راس الشجره هذه احنا نسميه روت وهذا المصدر اللي جاء كلمه روت اللي هو مدير النظام لما اقول الروت مدير النظام معناه هذا الشخص اللي هو الاصل في إدارة النظام هذا الشخص اللي له صلاحية في إدارة النظام بالكامل فهنا الآن بيكون الروت وهذا الرمز حقه هذا هو أصل الملفات اللي موجودة خلينا نشوف بشكل كامل الشجرة اللي موجودة نظام التشغيل في الملفات نلاحظ أن هذا الروت بالحالة هو الأصل وهذا جميع المجلدات هذول أبناء للروت المجلدات هذه مثلا ابناء للاي تي سي المجلد هذا او كلها تقريبا اولاد الاي تي سي فبالتالي مهم جدا ان نعرف ان اليونكس او اللينكس يتعامل مع نظام شجري الاساس او المصدر الموجود عندنا اللي هو الروت دايركتري هذا اللي يهمنا الان في الصوره هذه الصوره اللي بعدها بنتعرف الان على او سلايد هذا راح نتعرف على كل واحد منهم او كل اسم من المسميات وش اللي تعني. بس عشان تكون واضحه الامور ترى ما هو بكل المجلدات اللي موجوده هنا هي موجوده بتلقاها في النسخه اللي موجوده عندنا مثلا على اللي هو اللينكس. خلينا نعطيكم مثلا مثال بسيط. لو جينا وكتبنا هنا نحمل الآن بس يبدأ التشغيل لو جينا وكتبنا تيرمينال لو جينا وقلنا هنا سي دي للروت وقلنا ال هذه المجلدات اللي موجوده نلاحظ ان في بعضها موجود في القائمه اللي بنشوفها بعد شوي وبعضها ما راح يكون موجود يعني مثلا اللوست فاوند يمكن ما نلقاها الميديا يمكن ما نلقاها البروسيس موجوده لكن باسم ثاني فبالتالي احيانا ممكن يكون في بعض الاختلافات لكن يظل ان الهيكله الـ خلينا نقول شجريه للملفات تعتبر متشابهه ومتقاربه بشكل كبير جدا اول واحد اللي هو زي ما قلنا الروت وهذا اساس الملفات كلها المفترض ما ينحط داخل الروت الا المجلدات الخاصه بالنظام فقط بمعنى ما اقدر اجي احط دايركتري خاص فيني احطه تحت الروت طبعا تقدر تحطها لكن يعتبر من الباد براكتس اللي موجوده الثاني اللي هو البن البن هذا جميع الكوماندز التشغيليه اللي انت اللي برح تشغلها فعليا توضع في المجلد اللي اسمه البن فنقدر نقول ان البن هو عباره عن حاويه لجميع الملفات التشغيليه داخل النظام الديف جميع الهاردوير المرتبط بالنظام التشغيل حقك والملفات الخاصه فيه والتعاريف تكون موجوده في الدايركتري هذا الاي سي جميع الكونفيجريشن الخاصه بالجهاز راح تكون موجوده هنا الكونفيجريشن حقت الهارد ديسك configuration حقت مثلا نظام التشغيل الـ configuration حقت الكوماندز uh, شلون الجروبز اليوزرز الاشياء هذه كلها بتلقاها هنا اي شيء متعلق بالكونفيجريشن تلقاه في الاي تي اللب هذه فعليا يكون فيه ملفات او المكتبات الخاصه بنظام التشغيل او بالبرامج اللي انت تنزلها بمعنى لو جينا مثلا نبغى ننزل خلينا نقول مثلا زي نظام الويندوز اوفيس لو بغينا اسف المايكروسوفت اوفيس لو بغينا ننزل على الـ الـ مثلا النظام يحتاج الى ملفات فعلى الغالب الملفات حقته حق التشغيليه حق النظام توضع هنا البوت جميع الملفات اللي يحتاجها نظام التشغيل لبدء تشغيل النظام توضع في المنطقه هذه الهوم جميع اليوزرز اللي موجودين ولهم صلاحيه على الدخول على النظام يكون لهم خاص هنا بمعنى لو انا عندي ثلاثه يوزرز اكس وواي وزي لابد اني القى داخل الهوم ثلاث مجلدات مجلد اسمه اكس ومجلد اسمه واي ومجلد اسمه زي المجلد هذا خاص بالاكس والمجلد هذا خاص بالواي والمجلد هذا خاص بالزي الام ان بحكم ان احنا قلنا ان نظام التشغيل لينكس يتعامل مع جميع الاشياء او العالم الخارجي على انها ملفات فبالتالي لو عندك يو اس بي درايف شبكته او سي دي راح تلقاه موجود في المنطقه هذه في الام ان او اختصار Mount وممكن نعرف بعدين وش المقصود بعمليه الماونتنج لكن بابسط تعريف لها لو عندك جهاز خارجي مثلا زي الفلاش وتبغى تشغله داخل نظام اللينكس لابد تجهزه للاستخدام. عمليه التجهيز هذه تكون في منطقه الماونت. البروسيس قلنا حنا ان نظام التشغيل لينكس يتعامل مع كل شيء على انه بروسيس آه فايل. فجميع العمليات اللي تتم فعليا يكون البروسيس الحاليه اللي قاعد يشتغل على النظام بتلقاها موجوده داخل البروسيس. احيانا تلقاها بروس واحيانا تلقاها بروسيس بحسب نظام التشغيل. التمب فيها الملفات المؤقته اللي فعليا ممكن تكون موجوده فتره ثم تقدر تحذفها بمعنى ان اي ملف هنا ما راح نحتاج او من السهوله او ما في خطر ان احنا نحذفه لان فعليا ما حد يستخدمه بشكل كبير الا كان يستخدم فتره معينه بشكل مؤقت ثم بعد كذا خلاص انتهت الحاجه منه. اليوزر هنا بعض الاحيان تبغى تنفذ او تبغى تعطيه يوزر uh, عنده صلاحيه لتنفيذ اوامر معينه ما هو عند غيره فهنا ممكن نخصص اللي هو الكوماندز الخاصه باليوزر بحسب اليوزر اللي موجود عندنا تمام اما الفار فهذه هنا على الغالب يكون الملفات اللي احنا نسميها الفاريبل لينكس او الملفات آه خلينا نقول اللي تحتوي على المتغيرات تلقاها بالفار عشان كذا احيانا لما يكون مثلا تبغى تحط مثلا تحول جهازك الى سيرفر تلقى الملفات حقتك دائما تحطها هنا لانها متغيره الاسبن معناه هنا اللي هو بعض الملفات التشغيليه اللي يستخدمها مدير النظام عاده لتنفيذ بعض العمليات الخاصه فيه وهذه عاده الاسبن اختصار اللي هو سيستم باينري السيستم باينري معناه الملفات اللي يحتاجها مدير النظام او البرمجيات اللي يحتاجها مدير النظام لتنفيذ مهامه زي مثلا الكشف على الديسك، الاعدادات خلينا نقول الشبكه، تعرف مثلا شيء معين، هذه كلها الكوماندز اللي راح تستخدمها تلقاها هنا في الاسبن تمام؟ اما الكيرنل ان وجد وهذا تقريبا ما تلقاه في انظمه اللينكس لكن ان وجد تلقاه يحتوي على الملفات الاساسيه لنظام التشغيل. تمام؟ هذا تقريبا اللي هو الشجره الكامله لنظام التشغيل لينكس. في نهايه هذا الدرس اشكركم على حسن الاستماع واتمنى ان تكونوا استفدتم منه والى لقاء اخر في دروس مقبله باذن الله تعالى على قناه Education Life Made Easy.